الذي يدل على ذلك انه بعد ما انتهت العملية بتاعة الحرب العالمية الاولى، لان قابل البهاء ده اللي جه بعد الباب. مرة زارني وفد من ويسأل كثير من الشباب وكثير من الناس عن من هم البهائية. Karena Al-Quran sudah memberi kita pedoman. La ikraha fiddin. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena Allah berfirman, Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Perbaiki kapalmu karena lautan itu sangatlah dalam, dan bawalah bekal yang banyak karena perjalanan sangatlah jauh. Jadi banyak yang request untuk membahas tentang bahai. Maka kali ini kita akan membahas apa sih itu bahai, bagaimana sejarahnya, keyakinannya, dan juga ajaran-ajarannya. Seperti biasa, kita akan mendengarkan penjelasan dari ulama Timur Tengah, khususnya ulama-ulama Al-Azhar. Oh iya, bagi teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya ini, terima kasih ya sudah subscribe dan selamat bergabung. Salam harmoni. Dan bagi teman-teman yang sudah lama bergabung, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Nah oke, tanpa perlu berpanjang lebar, langsung saja kita saksikan video penjelasan dari guru kita, mursyid kita, Imamul Du'at wal Mufassirin, Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dan Maulana Syekh Ali Jumah. Selamat menyaksikan. أن عنصر روسيا هو الذي وقف ودافع عن الباب حينما حكموا بالإعدام، إلا أن مواطن الفوق كانت موجة عارمة فلم يستطع أحد أن وأعدم فعلا. ولو قرأت بقى إزاي بقى ساعة مجموعة والتسلل والخضوع والبكاء ومش عارف إيه وإلى آخره، تعرفوا إننا لو كان بحق مبعوثا من الله أو لو كان بحق الإله كما يدعي لسره أن يذهب إلى الله. إنما زي شهداء الإسلام، شوف الشهيدين دول كانوا يعملوا في إيه؟ ومع ذلك إيه؟ إنما ده قاعد يتبكبك وقاعد يعيط ومفيش فايدة من إيه؟ الذي جاء بعده علي محمد الشيرازي. الأول كان هو من رجال الباب. فلما مات الباب ابتدى ايه؟ يجي لكتاب البيان اللي عمله الباب يقول لك لا تصدقه، انا هعمل كتاب تاني. وجاب كتاب اسمه كتاب الاقدس. لما جاب كتاب الاقدس علشان تعرف ان المساله مبنيه على اسم ونصب كلها، انك انت لو رجعت الى كتاب يسمونه بهجه الصدور لواحد مؤلف من البهائيه اسمه يحيى حيدر ابن علي البهائي، في هذا الكتاب يقول ان من تعاليم البهاء يعمل ايه؟ يقول استر ذهبك وذهابك ومذهبك. استر ايه؟ ذهب وذهابك ومذهبك. ذهبك يعني ما تخليش حد يعرف الفلوس اللي عندك ايه عشان ما يقولوش ده هو عامل العمليه دي عشان ايه، وذهابك الى اي مكان لان انت بتناقض عمليه فطريه في الناس التانيه يمكن يموتوك يتربصوا لك، ومذهبك ما تقولش ان انت ضد الاسلام الاول كده على طول، تقول ده انا جاي عشان. وبعد ذلك جاء في كتاب الاقدس ده اللي هو كتاب عندهم افضل القران، القران تنتهك مهمته، يقوم يجي يقول ان القدس دي وطن لا بد ان يكون للمرء، وان موسى هو سيد الرسل جميعا. الذي يدل على ذلك انه بعد ما انتهت العمليه بتاعه الحرب العالميه الاولى عملوا له حفل التكريم، وحفل التكريم ده قالت بريطانيا ادته ايه؟ وسام الفروسيه الانجليزي. اذا كان هو بيخدمهم ولا ما بيخدمهمش؟ ان سيدنا رشيد رضا لما الف كتاب التاريخ استاذ الامام الشيخ محمد عبده كتب فصل عن هذه المساله، لانه قابل البهاء ده اللي جه بعد الباب. لما قابله ابو بيروت نفس الامام بيحكي للشيخ رشيد رضا وكان ياتي للصلاه الخمس معاه، وبعدين سالوا الامام امال ايه الحكايه بتاعتكم اللي انتوا عاملينها دي؟ قال لا احنا بدنا بس ولاة الشيعه عايزين نقربهم من اهل السنه فاحنا عاملين المساجد. اذا كانت المساجد بتاعتهم ايه؟ تقيه. لما جم علشان يحاكموا البهاء برضه اللي تصدى له قنصل مصر.
وتوسط لدى الدولة العليا العثمانية بأن هم ينفوه بس من البلاد، وفعلا نفي من البلاد في حراسة روسية إلى أن أوصلوه إلى بغداد، وعاش الفترة في بغداد. وبعد ذلك قام بالأمر بعده ابنه. والذي يدل على كذبهم أن الباب نفسه في كتابه البيان يقول لك: وملعون مطرود من يدعي أنه يأتي بشريعة بعد شريعتي قبل 1000 سنة، ويجي بعد 7 سنين البهاء يقول أنا جيت بشريعة إيه؟ فيجي إيه عبد البهاء يبعد ده ويجيب ابن بنته ويعمله ولي. وتعرفوا من الرئيس دلوقتي؟ بيترسون، وهو يقول رئيس مين؟ رئيس البهاء. هذه أشياء تثبت أن الردة على الإسلام لم تكن نابعة من نفس المسلمين، وإنما مدفوع إليها من خصوم المين. وكانوا يأخذون إليها كل إنسان يجد فيه ملامح، شوية ذكاء، شوية قبول عند الناس، وينفقون فيه نفقا يجعلون منه إيه؟ يجعلون منه شيء. هؤلاء هم الذين جاءوا في بلجيكا لهم مراكز، في أمريكا لهم مراكز، في إنجلترا لهم مراكز، وابتدأوا يزحفون على البلاد العربية الإسلامية دين هادين شعوب مش دين دولة، ويعملوا فيها الايه؟ المراكز. وأظنكم عرفتم مراكزهم هنا وكيف ينشرون مبادئها، اللي هي مبادئها الايه؟ الحلالية، وخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة. والمرأة دائما هي السلاح الذي يحارب به خصوم الإسلام الإسلام. يقولوا لها: الإسلام عايزك حريم، الإسلام عايزك في أب، الإسلام عايزك في خيمة. ومن العجيب أنهم حينما ينادون بهذه الأشياء، حين تتقدم السن بكثيرات منهن تتمنى أن تكون مشكلة. ليه؟ سمعناها بآذاننا ونحن في رحلتنا إلى الخارج، تقول المرأة: كنت أتمنى أن أكون أما لشاب مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. مرة زارني وفد من لجنة الحريات الأمريكية، وجلسوا يسألون عن الحرية الدينية في مصر، وتطرقوا في كلامهم عن حرية الهندوس في عبادتهم في مصر. وتعجبت أيما عجب، لأنه ليس في مصر ولا واحد من الهندوس. وراجعتهم فيما يقولون: ماذا تقصدون بالهندوس؟ فإن الهندوس لا وجود لهم في مصر، إذن فهم ليسوا يريدون هذا، إنما يريدون شيئا آخر. ونقلوا إلى السؤال، بعدما تبينوا خطأهم نقلوا السؤال عن البهائية. قلت لهم إن الإدارة المصرية عندما أقرت الجنسية المصرية سنة 1914 كان عندها حكمة وفلسفة، وهو أن الموجودين بأقدامهم على هذا الوطن الكريم منهم من يؤمن بموسى، ومنهم من يؤمن بعيسى وموسى، ومنهم من يؤمن بمحمد وعيسى وموسى، وأن هذا الأخير هو المسلم في الإدارة وليس في العقيدة. ولذلك فإن من آمن بمحمد وعيسى وموسى نسميه في البطاقة التي تذكر فيها الديانة، وذلك من أجل أن هذه الديانة لابد أن تذكر في البطاقة، لأن هناك 40 قانونا متصل بهذه الديانة، فلا يمكن حذفها ببساطة هكذا. ولذلك فكانت الإدارة تقوم بتسجيل من آمن بالثلاثة مسلما،
بدون التعرض لمذهبه، هل هو سني، شيعي، مالكي، حنفي، لا تقول هذا، تقول مسلم. ومن آمن بعيسى وموسى ولم يؤمن بمحمد مسيحي أيا كانت طائفته. ومن آمن بموسى ولم يؤمن بعيسى ومحمد يهودي أيا كانت طائفته. وهذا ترتيب إداري معقول لا علاقة له بالتمييز ضد الأديان. والبهائيون يؤمنون بمحمد وعيسى وموسى لكنهم ليسوا مسلمين عقيدة أو من أهل السنة والجماعة أو حتى من الشيعة، فهم قالوا إن هناك شخصا قد أتى، هذا الشخص هو ميرزا البهاء، وميرزا بهاء هذا دعا إلى البهائية ابتداء من 1844 في إيران، وتلا شخصا آخر كان يسمى بالباب، وأتى بكلام وسماه الإيقان، وقال إن هذا هو كتاب البهائية وأنه نبي، ثم صار إلها بعد ذلك. فالبهائيون يعتقدون أن الله تجلى في البهاء، وأن الله هو البهاء، وأن البهاء هو الله، وأنه سيزورنا كل 1000 عام. إذن قد خرجوا عن الإسلام لكنهم ما زالوا يؤمنون بمحمد وعيسى وموسى، فيكتب في البطاقة مسلم، لأن هذه مسألة إدارية وليست مسألة عقدية، وليس هناك تحيز ضد الأديان في مصر. سكتوا ولم يستطيعوا أن يجيبوا شيئا هذه اللجنة التي كانت تراقب علينا وتريد أن تجد لنا أخطاء، والحمد لله رب العالمين. ويسأل كثير من الشباب وكثير من الناس عن من هم البهائية. البهائية هي كما قلت ظهرت على يد هذا الشخص الذي يدعى ميرزا علي محمد، وميرزا علي محمد هذا كان هو الباب، ثم بعد ذلك جاء بهاء الله هذا. وبهاء الله مات أظن في عكا، ولذلك هم يتخذون عكا قبلة كما نتخذ نحن الكعبة قبلة. أتى بشيء غريب، وهو أن الحروف لها أرقام، كل حرف من اللغة العربية له رقم، فمثلا الله بهذا الحساب يكون 66، أحمد يكون مثلا 52، وهكذا. إذن هذه التخيلات، يبقى إذن هذه ليست حقيقة وإنما هو اصطلاح. البهائية أيضا تؤمن بأن هذا العالم لا بداية له، فهو قديم، وهذا معناه أنه لا نهاية له، فينكرون يوم القيامة. البهائية فتنت برقم 19 وقالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرف، ولذلك إحنا هنعمل السنة 19 شهر والشهر 19 يوم، ولما نيجي نخرج زكاتنا نخرجها 19% من أموالنا، وهكذا. البهائية ليس عندهم علماء، كلهم هكذا من غير علماء، ولذلك تحار فيهم، تجلس مع الشخص فتجد أنه لا يعرف شيئا عن ديانته. البهائية جلسنا معهم في الثمانينيات وكادوا أن يقتنعوا ثم هربوا ولم يأتونا، فقلت لهذه اللجنة إن البهائية غير قادرة على النقاش، فقالت هذه مسألة مهمة، ما داموا يدعون أو يدعون أو يريدون شيئا فلابد عليهم أن يفصحوا عن هذا. كل ما يريدونه هو أن يكتب كلمة بهائي في البطاقة، هذه هي القضية، ولكنهم لا يعرفون أصلا دينهم، ولا يعرفون ما يقول إليه، ولا يعرفون ما بني عليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا مع دعوة أن بهاء الله هو الله. ولذلك كان هذا الرجل يخفي وجهه حتى
لا يسقط من أمامه إذا رآه. مصر أول من فتحت أبوابها للبهائي، فجاءت البهائية هنا، وجاء عباس أفندي ابن البهاء، وجاء شوقي أفندي ابن عباس، وهكذا، وطبعوا كتبهم في مصر، وعملوا لهم محفلا في شارع محمد توفيق وراء الكنيسة المرقصية التي هي في العباسية، البطريركية الكبيرة اللي في العباسية الآن، الكاتدرائية وراها مباشرة محمد توفيق، كان فيه هذا المحفل البهائي. وظل المحفل البهائي يعمل إلى الستينيات، وفجأة وجدت جهات الأمن أن هؤلاء الناس يتصلون بإسرائيل. لماذا؟ قالوا لأسباب. نمرة واحد، أننا لا نؤمن بالوطن، نحن نؤمن بالانفتاح، كل البشرية هي وطننا، كل الناس حلوين. نمرة اتنين، أننا لا نؤمن بالحرب، خاصة ضد إسرائيل. نمرة ثلاثة، أننا لا نرى بأسا أن نقول المعلومات لإسرائيل. فزع عبد الناصر رحمه الله تعالى من هذه العقلية، ووجد أن هناك ما لا يزيد عن 1000 بهائي في مصر، وهنا قرر إغلاق المحفل البهائي من أجل الاتصال بإسرائيل، وليس من أجل أننا نضيق على البهائيين في عباداتهم الباطلة، أو لأنهم قد كفروا عن الإسلام وارتدوا، أو كذا وكذا وكذا، أبدا، وإنما لأمن قومي، لأنه في هذا الوقت كان بيننا وبين إسرائيل حالة حرب مستعرة. بعد ذلك حدث ما حدث في سنة 67. كل هذا حقائق إذا جلست مع البهائي لا يعرفها أصلا، لأنه ليس هناك علماء ينقلون لهم الحقيقة، وليس هناك مؤرخون يؤرخون لهم الواقع، ونعرف عن ديانتهم أكثر مما يعرفون عن أنفسهم. إذن فالبهائية هذا شأنها، دين وضعي يعني ليس له علاقة بالإسلام، ليس فيه صلاة، عنده صلاة في الصبح ركعتين، والركوع أنه هو يقف واتجاه عكة ثم يتلو بعض الأشياء وهكذا. البهائية كما هو منصوص في كتبهم، وقد لا يعلم ذلك البهائيون، خلي بالك، البهائية عندهم أنه ليس هناك حجاب للمرأة، وليس هناك موانع من أن يعيشوا سويا، يعني شيء هكذا مثل المانوية القديمة، وهذا يأباه الدين الإسلامي والمسيحي واليهودي، ولذلك تراهم أنهم يعني ليس مرضيا عنهم من الجميع. البهائية قلة في العالم، لهم رونق في الدعوة إلى السلام والبشرية وكذا إلى آخره، والإنسانية، هذا هو الرونق الذي يدخلون منه، ولهم أكبر محافلهم إنما هو في الهند على نحو أكثر من 150 فدان. لكن على كل حال في مصر هذا حالهم، وهم عددهم الآن لا يزيد طبقا للإحصاءات عن 6000 إنسان، كلهم لم يدخلوا البهائية أصلا من الآن، إنما كانوا مولودين بهائيين. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nah, kalau boleh kita simpulkan, sahabat-sahabat harmonis kalian, dari dua ulama tadi kita sudah mendapatkan gambaran umum tentang ajaran Bahai. Kedua ulama tadi sepertinya enggan menggunakan istilah agama ya, tapi lebih menggunakan istilah ajaran Bahai. Tadi Syekh Asy'arawi menjelaskan mengenai sejarahnya, yang mana pertama kali dirintis oleh Al-Bab yang bernama lengkap Ali Muhammad Asy-Syirazi. Dia adalah seorang saudagar muslim asal Iran, yang pada tahun 1844 dia mengaku menerima
menerima wahyu dari Tuhan dan mengaku sebagai nabi baru. Kemudian dilanjutkan oleh Bahaullah yang bernama Mirza Husain Ali Nur yang juga mengaku sebagai nabi, dan kemudian dilanjutkan oleh anak-anaknya. Nah, itu dari Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Nah, sedangkan Maulana Syekh Ali Jum'ah tadi menceritakan pengalaman beliau ketika bertemu dengan orang-orang dari Lembaga Kebebasan Amerika yang menanyakan beliau tentang perkembangan Baha'i di Mesir. Karena memang waktu itu beliau adalah mufti di sana ya. Nah, intinya sahabat-sahabat harmonis kalian, kita tentu sebagai umat Islam perlu waspada. Dalam artian kita menjaga diri kita masing-masing dan juga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Nah, karena sebagai umat Islam, kita tentu punya keyakinan inna dina indallahil Islam. Nah, tapi toh kalaupun misalnya kita berinteraksi dengan mereka, ya tentu kita tetap memperlakukan mereka sebagaimana manusia pada umumnya, sebagai makhluk Tuhan. Saling menghormati, toleransi, dan hidup harmonis dalam ukhuwah basyariah. Karena Al-Quran sudah memberi kita pedoman. La ikraha fiddin. Soal hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Faman sya'a fal yu'min, wa man sya'a fal yakfur. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Karena Allah berfirman, afa anta tu krihun nas hatta yakunu mu'minin. Nah, jadi selalu jaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan juga ukhuwah basyariah. Nah, demikian video kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah like, comment, share, and subscribe. Tunggu video-video berikutnya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.